أن مشاهدينا خلينا ننتقل الآن إلى تهنئة سمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية. تلهم في هذه الذكرى الخالدة السيرة الماجدة لموحد هذا الكيان العظيم والبناء القويم المؤسس الباني الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، الذي نقش بمداد من نور وعزة وحبور أمجاد العروبة والإسلام والسلام والوئام حتى أطل هذا اليوم البهي البهيج وهذه الذكرى الغالية العالية، ونحن في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، اللذين سطرا سيرة هذا البلد الأمين في كل الميادين، ولا أدل على ذلك من النجاح الذي تضرب به الأمثال وتتناقله الأجيال من خلال النجاح المهيب في التعامل مع جائحة كورونا التي أثبتت الشدائد أن هذا وطن الأماجد وأن مصلحة الإنسان قبل كل شيء، لتبقى مملكة الإنسانية شامخة باختلاف الصروف راسخة رغم ظروف.